أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه سائلة تقول: أنا مطلقة، وقبل الطلاق نذرت أن أعمل وليمة لزوجي إذا تخرج من الدراسة. نعم. والآن قد تخرج. تقول: أنا مطلقة، وقبل الطلاق نذرت أن أعمل وليمة لزوجي إذا تخرج من الدراسة، والآن تخرج، فهل يجب علي الوفاء بالنذر؟ تخرج بعد ما طلقها. نعم. ليس عليها شيء، لأنه ليس زوجا لها الآن. تقول: إذا تخرج زوجي من الدراسة، ولم يتخرج إلا بعد الطلاق والمفارقة، فليس زوجا لها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.